تجاوز فتح الطريق الواصل بين منطقة الحوبان ومركز المدينة المسمى بطريق الكمب كونه حدثاً سياسياً واجتماعياً إلى أن يصبح حدثاً فنياً حتى. صحيح وديان، حيث احتفل به كل الشعب اليمني من شرق اليمن إلى غربها، وتوجه مجموعة من الشباب بعمل فني وأغنية تلامس مشاعر الناس وفرحتهم. جميل أنهم لحقوا الموضوع، يعني طريق العيد اسم الأغنية التي غناها الفنان عبدو بي الذي سيكون معنا اليوم لنتحدث سويا ونسمع منه هذه الأغنية. وحياك الله عبدو، وكل سنة وانت طيب وعيدك مبارك. يا حيا يا حيا كل عام وانت بخير. يبدو انه في مشكلة في الصوت. ظهر راح علينا الصوت. ايوه تسمعنا تسمعنا عبدو ولا اقول لك ايه الصوت واصل ولا مش واصل؟ قطع شوي. الان وصل. الان وصل. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه، وكل هيا. عام وانت بالف صحه وسلامه. وانت بخير وصحه وسلامه يا رب. طيب العيد أصلاً. العيد ما حيبدا الا العيد الان ما حيبدا الا لما نسمع الاغنيه. سمعنا مقطع منها لو سمحت في البدايه كذا عشان اجواء العيد وفرحه العيد بالاخص، يعني بعد هذا الحدث المميز لمدينه تعز. ايش سمعنا الاغنيه لو سمحت؟ تمام، سمعكم بارت منها، البارت اللي انا احبه يعني. والكل بكر فرحان ومسرور، لبس لبس العيد ولهله ساير يزور، محلى دموع الفرحة وشوفة الحبايب، هتبتسم الوجوه عيرجع كل غايب، وطريق العيد هذا مفتوح، وكل لحبيبه يروح. طريق العيد هذا مفتوح، فرحة العيد عيدين يا بلاد الله، تعز صنعاء عدن كل اليمن ترقص فرحة، حضرموت شبوة ومارب الطريق مفتوح يا جماعة، تعز صنعاء عدن كل اليمن ترقص فرحة، حضرموت شبوة ومارب الطريق مفتوح يا جماعة. يا سلام عبدو، فعلا الأغنية بسيطة وقريبة من القلب وتعبر عن ما يدور في في, نعم. في 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 رأس كل اليمنيين اليوم فعلا، وعقبال باقي الطرقات عبدو. لكن ما شاء الله، من كتب الكلمات بهذه السرعة وكيف أنجزتوها بحيث أنكم تواكبوا الحدث؟ بالضبط، بصراحة الموضوع جاب تسهيل يعني صراحة. صديقي وجه له تحية، بدر يوسف، تحياتنا له، والمخرج الولد عبقري جدا، وهو اللي تواصل معي اول ما شفنا خبر فتح الطريق واتصل لي مباشره، هو في اليمن، قال لي لازم نعمل اغنيه العيد عن طريق يعني على فتح الطريق. قلت له شوف انت وحظك، اذا جاء الهام وقدرنا نسويها سويناها. وبعدين سبحان الله بدات اكتب الاغنيه، واعتقد بعد ساعتين او ثلاث قلت لها الاغنيه جاهزه، قال لي مسرع. وبعدين ارسلت له فكره بسيطه، وهو على طول في صنعاء بدأ يشتغل مع المصورين، ناس شباب الله يعطيهم العافية يعني نزلوا يصوروا في تعز ووثقوا اللقطات، كمان شباب من مدن يعني ثانية في اليمن، فاحنا اشتغلنا بشكل متوازي يعني. أنا كنت أشتغل على الأغنية من ناحية الكتابة والألحان والتوزيع وكل شيء، وهو في اليمن بيشتغل في يعني الفيديو كليب، وحرفيا يعني اليومين اللي اشتغلنا فيهم كانت ضغط بشكل مش طبيعي يعني، اشتغلنا ليل نهار. وقبل ما تنزل الأغنية بنص ساعة تقريبا كان لما خلصناها يعني، احنا خلصناها ونص ساعة ونزلناها مباشرة. الحمد لله وما شاء الله، يعني عمل مش كلفتة والسلام، بالعكس يعني عمل فعلا يحترم. وتحياتنا لكل الشباب الذي يعني ساهموا بإنتاج هذه الأغنية الجميلة. طيب عبدو، بالنسبة لك أنت يعني كيف كان شعورك أولا أنك سمعت هذا الخبر، خبر فتح الطريق، عشان نعرف تفاصيل الإلهام وكيف كتبت هذه الأغنية، وأنت ما شاء الله حاولت أنك تتصور يعني مشاعر الناس وتكتبها في هذه الأغنية بشكل جميل، وكيف شفت كمان ردود فعل الناس للكلمات والأغنية وتفاعلهم معها؟ بالضبط، صراحة خبر فتح الطريق هذا يعني من أقل الحقوق اللي لازم المواطن يعني يحصلها، وبس الحمد لله يعني أقل شيء في أشياء وأخبار حلوة بتحصل في اليمن، وأتمنى أنه تستمر يعني. فأنا حرفيا أخذت الإلهام عن طريق مشورة الفيسبوك، شفت ردود فعل الناس، شفت كيف الناس كانوا بيبكوا فرحة من
من الموضوع هذا، في ناس ما شافوا شاها اليوم خلال 10 سنوات وهم في نفس المنطقة، يعني حاجة مش طبيعية. فأنا حاولت إنه قبل، يعني لما كلمني بدر على طول دخلت الفيسبوك، وكان حتى هو يرسل لي منشورات، وكنت أحاول أشوف ردود فعل الناس وأحاول أعيش تجربتهم علشان أقدر أعبر عنها في أغنية. وعلى فكرة وصراحة عبدو، نحن في ديوان بلقيس، فريق ديوان بلقيس، احتفلنا بأول يوم بالأغنية. صحيح. والله سعيد جدا والله، وكانت طيب. ردود فعل الناس بصراحة إيجابية بشكل مش طبيعي، يعني هذا يمكن أكثر عمل الردود فيه يمكن 99% إيجابية، يعني الآن ما أتذكرش كومنت سلبي أو بصراحة يعني. الحمد لله، الله تثمن تعبكم يعني عبدو، واستكمالا للفرحة، فرحة اليمنيين وفرحة العيد، ايش رأيك تسمعنا أغنية كمان؟ ولا يهمك، من عيوني. تسلم. في الأغنية الأخيرة اللي نزلتها قبل طريق العيد اسمها يا لا لا، هي من الأغاني اللي أنا قريبة لقلبي صراحة وحبوها الناس، فسمعكم جزء بسيط منها. من بعد شيء ناسي وعقلي شلها التفكير، قلبي تعور يا قلبي وانا بعد شاسي، طريق الفراق طويل ومثل شما بش بادي، اين التقي بش يا قلبي اي يا لا لا 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 يا لا لا. ما شاء الله، في يعني اكس فاكتور في صوتك عبدو، ما شاء الله مميز، في نغمه جميله حنونه في صوتك. خلينا نناقش موضوع يعني الفن، وكيف بيسهم الفن في ايصال الرسائل الاجتماعيه وايضا التوعيه ببعض القضايا. انت كيف تشوف، كيف بيساعد الفن في ايصال هذه الموضوعات؟ بصراحه اي فنان هو يدري يستخدم الفن لتسليط الضوء عن هذه القضايا مثلا، او عن انه يتكلم عن مشاكل معينه، وانا اؤمن بصراحه انه الفن هو كمان اداه للتغيير الايجابي في المجتمع بشكل عام. الناس في الاخير يحبوا يسمعوا اغاني، الناس يحبوا يعني يحسوا بالانتماء لاغنيه معينه، واكبر اثبات اقرب شيء هو طريق العيد، يعني الناس حبوها وانتشرت بشكل كبير. انا بالنسبه لي هذه اكبر اغنيه انتشرت لي يعني لحد الان، وهي سبب انه لامست الناس وحسوا بشيء يعني بينتموا له او جربوه او عاشوه. وفي ناس كمان سبحان الله، يعني حتى في ناس صار لهم من اليمن اكثر من 10 سنوات ومغتربين، بس مع ذلك لامستهم الاغنيه، لانه بشكل عام الوصل وان واحد يشوف قريبه او يلتقي بمن يحب، هذا الشيء احنا كلنا جربناه، سواء كنا في تعز او خارج تعز او خارج اليمن، كلنا بسبب الحرب شتتنا وبعدنا عن اهالينا. فالفن سبحان الله، يعني الفن أداة جدا جميلة أن الواحد يقدر يستعملها لهذه الأشياء. وبعدين عبدو، اليمنيين نحن نحب الفن ومرتبطين فيه ارتباط كبير من خلال الأيام العادية، سواء جلسة العصرية أو الأفراح والمناسبات السعيدة، لذلك تلاقي اليمنيين سميعين يعني وذواقين. لكن بالعودة لنشاطاتك، ما شاء الله الفترة الأخيرة عندك نشاط فني يعني كبير، ونزلت أعمال جميلة جدا لاقت استحسان ناس كثيرين، لو تكلمنا أكثر عن آخر أعمالك الذي نزلتها. صح، انا تقريبا يمكن اخر شهرين نزلت اغاني كثيره. ايوه. يعني يمكن 4 اغاني وفيديو كليب. بصراحه الاعمال هذه كلها هي شغل اخر سنتين، بس تاخرت وما نزلناها، فلهذا بدات تنزل بشكل سريع. يقول لك المليح يطي يا عبده. اي والله. بالضبط. ان شاء الله، يعني ان شاء الله الناس يحبوا الاغاني، لانه انا بصراحه انا جايب نوع جديد، فاحس احيانا في نوعا ما خوف، وكمان حاسس انه اليمنيين متعطشين لشيء جديد، متعطشين لشيء مودرن ويواكب اللي بنسمعه من اي دوله ثانيه. فانا هدفي صراحه من الفن اللي اقدمه انه اشتي اسوي شيء يضيف، مش شيء اغير شيء في الفن اليمني، بالعكس الفن اليمني غني ومليان ابداع ومليان ثقافه من ثقافتنا، بس انا كفنان جديد ويحب يواكب العصر حابب اضيف شيء جديد للفن اللي بنسمعه، وحابب اطلع الفن اليمني
الوطن العربي وخلي عالمي اكثر. اخر اغنيه كمان نزلناها قبل العيد اسمها يلا يلا بالتعاون مع منتج الماني، هي اغنيه عربي انجليزي بس سبحان الله هي نزلت وبعدين جت موضوع العيد فجت في النص يعني، بس ان شاء الله بعد العيد برجع اتكلم على اغنيه يلا يلا في السوشيال ميديا اكثر لاني ما اخذتش حقها صراحه. وكمان في اغاني جديده، انا الان حاليا في باريس في فرنسا وفي مشاريع بشتغل معاها وتعاونت مع مغنيين عالميين، فخلوكم منتظرين. لا لا نحن معاك يا عبده. ومتحمسين نسمع للكثير، ولو تختار لنا انت كمان يعني مقطع لاي اغنيه كذا تبهجنا وتفرح الجمهور كمان. اوكي اغنيه من اغنيه جاي لك. وين ما كنت اجي لك لو في السماء اطير لك، بعد المسافة مش فارق أنا جاي لك جاي لك. وإن ما كنت أجي لك لو في الفضاء جاي لك، حمشي عمري كله لأجلك. أنا عمري كله معاك، عمري كله يفداك، بعدك مش هينسيني حبك يا حبيبي. أنا قلبي قلبي معاك، روحي تستنى لقياك، بعدك مش هينسيني حبك يا حبيبي. انا هنا انا هنا انا جايلك جايلك، انا جايلك جايلك. انا هنا انا هنا انا جايلك جايلك، انا جايلك جايلك. بيجيلك عبده بيجيلك. طيب عبده ما شاء الله هذا لون لطيف جدا، ويمكن في لمسة عصرية وواضحة بالأغنية من خلال الفيديو كليب أو حتى من الألحان والتوزيع والكلمات. فإيش هي الصعوبات التي بتواجهها لما تجي تنتج أعمال فنية في شخصية عبده يعني؟ أيوة بصراحة أنا الحمد لله ما بنواجه صعوبات كثير، لأنه الإنتاج كله من جاي من شخص واحد، فما بش يعني انا بنكتب واوزع والحن، فبالنسبه لي سهل لهذا اقدر انتج الاغاني بسرعه. بس اتوقع بالنسبه لي الصعوبات انه انا شويه بعيد عن الكوميونتي حقي، فاتمنى انه يعني صراحه انا ناوي اني ارجع اليمن اقل شيء يعني يمكن نهايه السنه هذه، او حتى انتقل لدوله عربيه علشان اكون محاط بالثقافه تبعي، بالناس اللي في نفس المجال، بالناس اللي بيكتبوا اغاني عربيه، لانه انا الان في عايش في المانيا وشويه احس نفسي منقطع يعني. وبالرغم من هذا انا على فكره دائما اروح لتركيا لانه في اقرب شيء لي وفيها المجتمع اليمني صغير، دائما انتج اعمالي في تركيا من ناحيه اذا تصوير فيديو كليب او حتى احيانا تسجيل او شيء. فبالنسبه لي الصعوبات هي اني بعيد شويه عن الكوميونتي تبعي بس. فعلا لانه يمكن المجتمعات اللي بتعيش فيها نتيجه الغربه والابتعاد عن البلد تخليك مش قريب بشكل كبير لمعرفه امزجه وتفضيلات الجمهور اليمني، لكن يبقى الفن يعني او يعني الاغاني هي لغه مشتركه، يعني اي شيء انت تنزله اكيد حتلاقي له شخص يحب هذا النوع من النمط من الاغاني، اكيد حيلاقي نفسه في احد هذه الاغاني اللي انت بتكتبها، لانه ما شاء الله انت تقوم بكل شيء وهذه ميزه يعني تعتبر بتقوم بكل هذه الأعمال أنت بنفسك وبتكتب الأغاني وبتكتب هذه الأفكار. طيب بالنسبة لهذه الأغاني هل هي قصة شخصية؟ هل هي تجارب مرت في حياتك ولا أنت بتحاول تكتب بشكل عام؟ إيش هو السر؟ هل في قلبك مكسور يعني ولا ولا مشتاق لواحدة ولا إيش القصة يعني عبدو؟ والله صراحة هي دائما بتكون من غالبا من تجارب شخصية. وعلى فكرة لاحظت أنا أنه دائماً الأغاني حكي بتتكلم عن الشخص البعيد أو يعني حاجة ما أيوة. كنت ملاحظ لها أنا بس تقريباً قد تكون بسبب بعدي عن وطني، يعني أنا قد لي من اليمن 10 سنين وفترة طويلة يعني، وانحرمت من أني أعيش في بلادي في فترة اللي هي النمو يعني فترة العشرينات اللي هي شخصية الواحد تنمو فيها بيتغذى من المجتمع حقه. ف تقريبا يمكن هذا الشيء مأثر فيني، ودائما الاغاني حكي صح انها ممكن تتكلم على شخص بس يمكن هذا الشخص قد يكون هو الوطن يعني.
الله الله يرجعك للوطن عبدو سالم غانم باذن الله، وتقرب من المجتمع وتنقل ثقافه الشباب الجميله اليوم الذي حاولوا قدر المستطاع انهم يعكسوا صوره طيبه عن اليمن غير اللي نشوفها في الاخبار. طيب عبدو، ختاما اليوم لو حابب تسمعنا مثلا حاجه من انتاجاتك الموجوده، او مثلا شيء حصري نقدر نقول يعني على كيفك، يعني يكون خبر حصري في ديوان بلقيس نعلنه لاول مره. خبر حصري، اوكي. في اغنيه جايه مع مغني سوري، ايقونه الراب السوري في سوريا. يا سلام، مش تقول شو اسمه علشان ما احرق شغله. ايش التشويق؟ لا لا احنا متحمسين يعني من الفريق، فان شاء الله حتنزل قريبا. عمل جدا جدا رهيب وكبير، بتعاون كمان مع مغنيه يمنيه رهيبه جدا وعزيزه على قلبي، ف يعني حيكون عمل ثلاثي تعاوني كبير، فإن شاء الله متحمس تسمعه. في انتظاره، بس لو تختم لنا في بأغنية يعني على يعني على ذوقك يعني. إيش رأيكم نختم بطريقة العيد مرة ثانية؟ يلا. إذا ما عندكم مانع، أوكي. هو طريق العيد هذا مفتوح، وكلا لحبيبي يروح. طريق العيد هذا مفتوح، وفرحة العيد عيدين يا بلادي. الله الله الله، فعلا ما أحلاها من فرحة، واكتملت بهذا الصوت الجميل. شكرا لوجودك معنا في ديوان بلقيس، نتمنى لك التوفيق عبدو بي في مسيرتك الفنية، وبإذن الله لقاءات قادمة مع أعمال قادمة بإذن الله. شكرا لك. بإذن الله، شكرا. في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة.